المعادلة الخطية سميناها خطية لأنها تمثل على شكل خط مستقيم، أو هي بمعنى آخر معادلة من الدرجة الأولى. سبب أنها المعادلة من الدرجة الأولى أنه الأس للمجهول الموجود عندنا وهو الإكس، الأس له هو عبارة عن واحد، فبالتالي شكلها أو الشكل الرئيسي لها هي بهذا الشكل، الـ AX زائد الـ B تساوي الـ C، حيث عندنا أنه الـ A والـ B والـ C هي عبارة عن أعداد حقيقية، والـ A هي لا تساوي الصفر، لأن لو كانت الـ A تساوي الصفر تلاحظ أن المقارنة بين عددين، إما تقارن بين الـ A والـ B، وقد تكون في بعض الأحيان الـ A تساوي الـ B تساوي الـ C، أو قد لا تكون تساويها في هذه الحالة. طيب، خلينا نتكلم عن كيفية حل هذا النوع من المعادلات. حل هذا النوع من المعادلات بسيط وسهل جدا، كون المعادلة عندنا هي عبارة عن معادلة خطية، ونعلم أنه الـ A والـ B والـ C هي عبارة عن أعداد حقيقية. حل المعادلة وحل المعادلة بشكل عام هي إيجاد للمجهول، والمجهول الموجود عندنا هو الـ X فقط، فكون الـ X موجود عندنا المجهول واحد، بالتالي حلوا بهذا الطريقة. أولاً ننقل البي في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة. رياضياً هذا الشيء هو غير صحيح بأنك تنقل، هو ليس النقل وإنما أنك تطرح سالب البي من الطرفين، لكن للتسهيل نقول ننقل البي في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، وبالتالي يصبح عندك الـ A للـ X تساوي الـ C ناقص الـ B. احنا لا نريد الـ AX، احنا نريد الـ X فقط هو المجهول، وبالتالي الـ X هي تساوي، نقسم على الـ A كلا الطرفين، الـ X تساوي الـ C ناقص الـ B على الـ A. هذا بالنسبة لإيجاد حل معادلة من الدرجة الأولى، معادلة خطية. المعادلة من الدرجة الثانية هي تأخذ الشكل AX تربيع زائد الـ B للـ X زائد الـ C تساوي الصفر. كل هذا النوعين هو فقط في مجهول واحد، مجهول الواحد الموجود عندنا هو عبارة عن الإكس. فلو تجي لشكل المعادلة من الدرجة الثانية تلاحظ أن من الدرجة الثانية السبب هو وجود الاثنين الموجود عندنا هنا في المجهول، المجهول هو من الدرجة الثانية، فقلنا أنه هي من الدرجة الثانية. لاحظ أنه الأي والبي والسي هي عبارة عن أعداد حقيقية، والأي هي لا تساوي الصفر. كيفية حلها؟ نحل هذا النوع من المعادلات بالطريقة التالية. أولا في البداية نوجد المميز، ما نسميه بالقانون العام، نحله باستخدام القانون العام، وما يسمى بأولا في البداية نوجد المميز. المميز هو عبارة عن الدلتا تساوي البي تربيع ناقص الأربعة AC. لاحظ أن البي تربيع هو معامل الإكس، والأي هو معامل الإكس تربيع، والسي هو الحد الثابت الموجود عندنا، فبالتالي ينتج عندنا قانون المميز هو عبارة عن بي تربيع ناقص الأربعة AC. طيب، وجود المميز معناته لدينا ثلاث حالات، لأنه كونه عدد حقيقي هنا فبالتالي هو ينتج عندنا ثلاث حالات المميز. الحالة الأولى أنه لما يكون المميز أقل من الصفر، إذا كان المميز أقل من الصفر معناته أنه المعادلة من الدرجة الثانية هذه ليس لها حل في R، ليس لها حل في R، قد يوجد لها حل في مجال آخر وهو عبارة عن أعداد مركبة. الثاني لما يكون الدلتا أكبر من الصفر فعندنا حلين، الحل الأول هو يأخذ هذا الشكل اللي هو سالب البي ناقص جذر الدلتا على 2A، والحل الثاني هو عبارة عن سالب البي هو نفس الحل الأول، التغير فقط في الإشارة الموجودة عندنا هنا بالسالب وهذه هي بالموجب، هذا هو الحل الآخر. لما يكون المميز هو يساوي الصفر فعندنا حل واحد، والحل هذا هو متكرر مرتين، هو عبارة عن سالب البي على 2 في الـA.